طب لو راح الاحترام والتقدير من عند المرأة يحصل ايه؟ لو ما حستش انها محترمة ومقدرة في عين زوجها وقلب زوجها، المشكلة في العين والقلب على فكرة، يحصل عندها نوع من الألم. ما هي الكسرة ألم، ألم، ويحصل ايه؟ تنسحب. انا قاعدة مش هتطلع عشان في عيال، مش هتطلق لكن منسحبة، بطلت تسأل عليك، بطلت تزن بالعشرين رسالة على الواتس، بطلت تقول لك مال، وبطلت تعمل عادي، جات وحطت الاكل وبقينا زومبي، انسان آلي جاية وعاملة لو راح ده، عشان دايما ده احنا دايما بنركز على النقطة دي، ممكن ندي فيها 200 ساعة، المهم نطلع جوه قلوبنا، لان القلب هو الملك والجنود، يعني سيب يقول لك العقل فقط، لا ده العقل حتة كده نبض كده، يعني عصبونة بيسموها عصبونة ليفية او ليفة عصبية، من القلب للعقل. فانا لو عقلي وقلبي تشرب ان الاحترام والتقدير اساس، طب واللي راح منه؟ يعني تم تجاوزات وتم قلق وتم كذا، نعمل ايه؟ عادي، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ ما نرجع نقطة من اول السطر، ايه المشكلة؟ صفحة جديدة، ما نبتدي من اول وجديد، ما غاب من حضر، واللي جه متأخر مش احسن من اللي ما جاش؟ صح ولا لا؟ الشغل العالي ده الشغل كبير جدا الموضوع. يبقى اول محور الاحترام والتقدير، تمام كده؟ تاني محور المشاعر. يبقى خدوا الحاجة ونساعة الكراريس بتاتوه ال المشاعر، لازم يبقى فيه مشاعر، بس المشاعر ديت لها كذا حال. احنا قلنا نراعي مشاعر بعض، طب وانا هراعي مشاعرك ازاي وانا مش فاهم؟ مالك؟ مفيش. طب ايه بقى هو كده؟ كان المفروض تفهم. مين قال كده؟ مين قال ان الراجل يعني اعزكم الله يعني ما بي ده راجل دغري؟ ها الذكر والانثى او الراجل والست، يعني محتاجين ان كل طرف يبقى عارف ان الطرف الثاني ده مش فاهم حاجه كتير، يعني انت معلش جميل، بس انا مش بعرف ليه انا راجل، ايه ليا تفكير ليه حاجتي ما عنديش صبر او طاقه، يعني انت وليه ليه مشكله عشان ابدا اول دوره، والعكس بالعكس ان ما هي بتختلف الدنيا مش هتبقى كده، بنكون سوا، ايوه ايوه والله بيطلع صح. بس انا علي سأكد على الموضوع ده صراحة. ليه؟ لان ده كلام صح. لما باجي اتجوز انا حتى بنقول كنا عاملين مش يعني مشروع قانون ايام الهيصة بقى، ما كانش يتم الزواج الا لما ننجح في الدورة دي، دورة التأهيل، وبرضه ما نتجوزش ويتكتب جواز وتخش دخلة كده الا لما دورة التربية، لان في اباء وامهات عايزين يتربوا قبل عيالهم، وبنشوف كيانات كده بقى الواحد يشيلها ويحطها، ونفس الكلام مخ الراجل، راجل دغري، هو انت ليه ما عملتيش؟ مش انا قلت لك كذا؟ راجل واضح وصريح بيقول لك مباشر ومحدد، انت بقى لا، المفروض انت فاهمني، هو انت ما عرفتش؟ ما عرفش، ما بيشمش هو على ظهر ايده، قولي صراحه المشاعر، لما احب اكتب مكان النقط اكتب عبر، صح؟